сегодня мы участвуем. فخامة الرئيس المحترم السيدات والسادة سيد دмитрий Николаевич أصدقاء الأعزاء سيدات والسادة يشرفني أن أشارك اليوم نيابة عن لحكومة موسكو أن نرحب بكم بهذه المناسبة عندما نحن نفتح اليوم هذه الساحة ساحة باسم الباطل الوطني الجزائري الأمير عبد القادر. تاريخي لافتتاح ساحة باسم الأمير عبد القادر ونعطيكم لناخذ صورة عامة.